بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا وفقكم الله، أنصتوا يغفر لي ولكم الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، 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 أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا الله أكبر، الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله له الحمد حتى يرضى وله الحمد إذا رضي وله الحمد بعد الرضا بالمحامد كلها هو أهل للحمد هو أهل للثناء وأهل للشكر وأهل للتقوى وأهل للمغفرة أشهد أنه الله الواحد الأحد الفرد الصمد ربي وربكم ورب كل شيء لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه أستغفره وأتوب إليه وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله المبلغ عن ربي بالحق ولهدي الصراط المستقيم بأبي هو وأمي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلاة نسألك يا مولانا أن اجعلنا بها من الواردين على حوضه المشمولين بشفاعته غدا يوم لقائك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم خال من شوائب الشرك والكفر والنفاق والرياء والحسد والحقد والعجب والكبر وكل داء إخوة الإيمان أتباع النبي الإمام قد حلت سنة هجرية جديدة العمر يمضي أيام تتوالى ونحن كل يوم يمر علينا مقبلون على الله فما بعد هذه الحياة إلا الموت ثم لقاء مع الله تبارك وتعالى أسأله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء خير ولقاء مغفرة ولقاء رحمة يشملنا بها ويجعلنا بها من الذين لا خوف عليهم ولا محزنون النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يوجهنا لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وقال عليه الصلاة والسلام المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه فالمطلوب منا ونحن ندخل في عام آخر من عمرنا المقدر لنا أن نحاسب أنفسنا فكل يوم يطلع علينا يقول لكل واحد منا أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد الهجرة المطلوبة اليوم هي هجرة المنكرات هجرة المعاصي
هجرة الظلم، هجرة البغي، هجرة العدوان، هجرة التطاول على حقوق العباد. الهجرة المطلوبة اليوم هي هجرة إلى الله بالالتجاء إليه وحسن التوكل عليه واستحضار مراقبته في كل حين. هذه هي الهجرة المطلوبة اليوم والتي نفتقدها. الهجرة المطلوبة اليوم هي هجرة للغفلة امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكون من الغافلين. هذه الغفلة التي رانت على قلوبنا أو على قلوب أكثرنا حتى أصبح الواحد منا لا يستحضر أنه سيلقى الله وأنه سيحاسب على عمله، لا يستحضر ما جاء في كتاب الله من تحذير من الظلم ومن تحذير من البغي ومن تحذير من العدوان ومن تحذير من المعصية ومن دعوة إلى الإيمان وإلى الالتزام بما يوجبه هذا الإيمان من عدل وتعاون ومحبة وإعطاء الحقوق لأصحابها وعدم التطاول على العباد. المطلوب اليوم وفي كل يوم أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى، أن نذكره بقلوبنا. وقد تكلمنا مرارا عن هذا الموضوع في هذا الموضوع، وقلنا إن ذكر الله بالقلب يعني استحضار مراقبته لك أنت أيها المؤمن، فلا يليق بك أن يراك الحق حيث نهاك، لا يليق بإيمانك هذا. إيمانك هذا يلزمك أن يراك الحق في حالة طاعة وأن لا يراك في حالة معصية. والطاعة لا تعني فقط الصلاة والزكاة والصوم والحج، ولكن ما يترتب على هذه الأركان، هذه العبادات، هذه الشعائر من أفعال ومن سلوكات. الذي يصلي صلاة كاملة يتزود من صلاته تلك باستحضار مراقبة الله، لأنه وهو يصلي يستحضر أنه يصلي لله، لأنه وهو يصلي يستحضر أنه يقوي صلاته بالله. لا تكون الصلاة عبارة عن حركات يؤديها أو شيء ثقيل عليه يقبل عليه وينهيه وينتهي الأمر هكذا، لا، بل إن الصلاة تصحبك بعد الانتهاء مع الأوراد التي تتلوها وتقرأها كما أمر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتخرج من صلاتك إلى الحياة وأنت محصن، تغض بصرك عن الحرام وتمسك لسانك عن الحرام ولا تسمع إلا خيرا ولا تحضر إلا مجالس الخير. فلا يكاد هذا الزاد من الالتزام وهذه الشحنة من الإيمان تضعف حتى يؤذن المؤذن مرة أخرى فتعود إلى ربك مصليا ذاكرا. ولهذا قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري.
ولهذا قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. نفس الأمر بالنسبة للصيام وبالنسبة للزكاة وبالنسبة للحج، كل هذه العبادات لا تغني إذا لم يكن لها أثر في حياتك. قضية القبول أو عدم القبول هي لله، نحكم بصحتها من خلال ما نراه حين يؤديها المؤمن، حين يؤدي هذه العبادات كما شرعها الله تبارك وتعالى فنقول إنها صحيحة، وحين يخلص في العبادة لله يظهر أثر الإخلاص في سلوكه. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال فإن معناه صحيح لقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إخوة الإيمان، إن هجرة المعاصي والمنكرات والفواحش وهجرة الظلم بكل أنواعه أمر مطلوب من كل واحد منا، فالعدل فيما بيننا بكل مستوياته أمر مطلوب، والتراحم فيما بيننا على شتى الأصعدة أمر مطلوب، وهذا ما نفتقده في كثير من أحوالنا. فلنراجع أنفسنا ولنهجر هذه المعاصي لنلقى الله وهو راض عنا. ولعل من أكبر هذه المعاصي التي تدل على غفلة وعلى قسوة القلب وما ينشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من سب وشتم وقذف وانتهاك للأعراض وتنابز بالألقاب من أناس في بعض الأحيان يحسبون أنفسهم أنهم على هدى وهم يتطاولون على خلق الله وعلى عباد الله بالهمز والغمز واللمز والتبديع والتفسيق الذي ينتهي في كثير من الأحيان إلى التكفير والعياذ بالله. وهذا ليس شأن المؤمن وليس شأن المسلم، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. إخوة الإيمان غاية ومرضي والنصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين وخاصتهم. إن يريد الله يصلح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، علي توكلت ولي أنيب. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين. فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، أتباع النبي الإمام، إن هجرة المعاصي والمنكرات والفواحش أمر ملازم للإيمان، فالإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان باليوم الآخر، إيمان بالله وبرسوله وبكتبه، الإيمان باليوم الآخر يلزم المؤمن بإيمانه ذلك أن يهجر المنكرات والمعاصي، ويلزمه أيضا أن يطيع الله تبارك وتعالى بالإقبال على الطاعات، ويلزمه أيضا بالالتزام بقانون الدولة حفاظا على الأمن العام وعلى الصحة العامة. فالملك والدين توأمان، الملك والدين توأمان، الدين أصل والملك حارس،
وما لا أصل له فمهجوم، وما لا حارس له فضائع. ومن الأمور التي تحدثنا عنها مرارا مع هذا الوباء الالتزام باحترازات بالإجراءات الاحترازية وقاية لنا لرجالنا ولنسائنا لشيوخنا لشبابنا لأطفالنا لأمتنا من الوقوع في التهلكة. النظافة هي أصل في ديننا وأمر سهل، وضع الكمامة هكذا على الأنف والفم أمر سهل تعودنا عليه، ثم التباعد، هذه أمور أخبر بها الأطباء المتخصصون، علينا أن نلتزم بها. كل واحد منا هو مسؤول عن هذا الأمر، نعيدها ونكررها ونبتعد عن الأنانية التي طغت عند بعضنا حتى أصبح لسان حاله يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، في مخالفة صريحة لكل هذه الأمور التي تواضعت عليها الأمم كلها واتفقت حفاظا على الصحة العامة. والمؤمن يلتزم بكل هذا طاعة لله، ولهذا قلت إن الالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية فريضة دينية ومسؤولية وطنية وواجب شرعي. وهنا لابد من كلمة في حق رجال ونساء قاموا وما زالوا يقومون في مواجهة هذه المحنة بجهاد كبير، رجال الصحة والأطباء والطبيبات والممرضون والممرضات والمساعدون والمساعدات في المستشفيات، نقول لهم بارك الله فيكم وشكر صنيعكم ووفقكم وأمدكم بروح من عنده وبجند من جنده، لا نملك لكم إلا الدعاء في هذا الجهاد الكبير. نقول لكل من أخلص في عمله وأتقن عمله في مواجهة هذا الوباء من رجال ونساء الصحة شكر الله صنيعكم، فلن نستطيع أن نوفيكم حقكم. وكل من يقوم بعمل صالح لهذا البلد ولهذا الشعب ولهذه الأمة في ظل إمارة المؤمنين جزاه الله خيرا. لا تبتئسوا بما يفعله البعض، وقد يحزنكم ما يقع من البعض، فلا تبتئسوا، جزاكم الله خيرا وأحسن مثوبتكم وشكر الله صنيعكم وصنيع كل من أخلص لهذا الوطن من رجال الدولة من السلطة ومن كل من يحمل هم أمن هذا الوطن. إخوة الإيمان، إن الالتزام بالقانون الذي تضعه الدولة وفريضة دينية ومسؤولية شرعية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة بلدنا ولخدمة ديننا في ظل إمارة المؤمنين. فاتقوا الله عباد الله فإن خير زاد التقوى، وصلوا على الحبيب سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وانصر اللهم من قلته أمور عبادك وبسطت يده في أرضك وبلادك،
عبدك الخاضع لجلالك المتواضع لعزك وسلطانك أمير المؤمنين مولانا محمدا السادس، اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم اجعل الخير على يديه واجعل الخير في ركابه أنا محل وسحر، اللهم اسد عليه رداء الصحة والعافية واسبغ عليه من نعمك الظاهرة والباطنة ما تقر به عينه وعيون أفراد شعبه وأسرته الكريمة، واحفظه اللهم في ولي عهده صاحب السمو الملك الأمير الحسن، اللهم نبت نباتا حسنا واجعله خير أبي لخير أب، وشد أزر مولانا الإمام بصنوه وأخير رشيد مولانا الرشيد، واجعل أمر عمر رشدا لما في خير البلاد والعباد، وتغمد الله برحمتك الواسعة فقيدي الأمة مولانا محمد الخامس مولانا الحسن الثاني، اللهم اجزهما عن بلدهما وعن أمتهما وعن شعبهما وعن دينهما وعن وطنهما خير ما جازيت به ملكا عن أمتي وعن بلدي وعن شعبي وعن ديني وعن وطني، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لكم الخاسرين، ربنا آمنا بما أنزلت وتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اقبلهم في رحابك، اللهم اقبلهم في رحابك، موتى الموتى من جراء هذا الوباء اللهم إنا نحسبهم شهداء عندك فاقبلهم في رحابك، المرضى اللهم اشفهم، اللهم اشفهم، اللهم عافهم، اللهم رب الناس أدهي بالباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما، اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما، اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء بقدرتك وبعزتك، اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك وبلغ علمك وآياتك، ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان لهم الدين، اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.
أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 سلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليك. السلام عليكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله عدد ما في علم الله العظيم الكريم وإفضاله ورضا أصحابك يا رسول الله، فأنت حل الوالدين والشياخ والمحبسين وكافة المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم مولانا السلطان، اللهم انصره وبارك في عمره، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا
إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.